مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. كره القدم بتدينا درس جديد، درس محتاجين الحقيقه من وقت للتاني ان احنا نفتكره. في كره القدم مفيش توقعات، في احلام، في امنيات، في طموحات، وكل ده شيء مشروع، لكن انك انت تتوقع اعتقد ده امر شبه مستحيل. ومين كان يتوقع انه البرتغال بطل اوروبا وفرنسا بطل العالم ووصيف بطل اوروبا يخرجوا من البطوله بدري بدري في 48 ساعه؟ الحقيقه يمكن ماتشات امبارح تحديدا كرواتيا مع اسبانيا، فرنسا مع سويسرا، بتثبت انه مفيش فريق كبير ومفيش فريق صغير، مفيش لعيب كبير ومفيش لعيب صغير. في حضور، في انك انت كفريق وكافراد كمان تبقوا يوم المباراه حاضرين، استعد زي ما تستعد وحضر زي ما تحضر وجهز زي ما تجهز وتمرن زي ما تتمرن، لكن الحضور في التسعين دقيقه قصه غير. انك انت تبقى حاضر ذهنيا ونفسيا وبدنيا ومعنويا وفنيا يوم المباراه دي قصه مختلفه تماما، وده اللي بعتقد ان هو حصل امبارح، وسيناريو اتكرر مرتين. صحيح ما نجحش بدرجه كامله في المباراه الاولى، لكنه برهن على انه قد ايه منتخب كرواتيا رغم انه بيواجه واحد من كبار اوروبا وواحد من المنتخبات المحترمه جدا المرشحه لانها تحقق لقب البطوله، كان حاضر لغايه الوقت الضايع من الشوط الثاني وقدر انه يرجع في المباراه بعد ما اتاخر 3-1. اما عن سويسرا فحدث ولا حرج. الحقيقه المنتخب السويسري امبارح وهو بيواجه بطل العالم بيقول للعالم كله ان كره القدم لا تعترف الا بالمجهود وبالإصرار وبالعزيمة، والفوارق في الإمكانيات، وأنا قلت ده مش بس الحقيقة على منتخب فرنسا في مباراة الأمس، لكن قلت ده من بداية البطولة. إزاي ديدييه ديشان معاه تشكيلة ولا أروع؟ أنت عندك أفضل لاعبين في العالم. احنا بنتكلم على خروج امبابي وبنزيما ورونالدو وبرناردو سيلفا وجواو فيليكس وبرونو فرنانديز وجريزمان وبول بوجبا، يعني أنت بتتكلم على منتخب عالم ما كانش عنده القدرة إنه بس مش يحقق لقب لكنه يستمر في البطولة. ودي الحقيقة واحدة من الدروس المهمة جدا جدا اللي حصلت قبل كده كتير، منها على سبيل المثال وده هنتكلم فيه النهاردة، إنه منتخب بحجم الأرجنتين مش بس بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، أنا بكلم حضراتكم على أساطير كتير جدا ولاعيبة أفزاز جم على مدار تاريخ كبير مش قادر يحقق كوبا أمريكا بقاله 27 سنة. بكلمكم على لعيبه بحجم اورتيجا وخوان سيباستيان فيرون وريكيلمي وهيرنان كريسبو وليونيل ميسي وغيرهم وغيرهم من الاسماء، لانه الاسماء كتير جدا. 27 سنه حاله عجز عن تحقيق بطوله امريكا الجنوبيه. هل في امل السنه دي؟ هل ممكن الارجنتين والنسخه الحاليه من المنتخب الارجنتيني تصنع الفارق وتحقق المفاجاه؟ لانها مفاجاه بالحقيقه انه الارجنتين تحقق البطوله بعد غياب 27 سنة. النهاردة ميسي بيحطم أرقام قياسية جديدة وبيصبح بالأرقام أسطورة الكرة الأرجنتينية. تتفق تختلف من حيث الموهبة، تقارنه مع دييجو أرماندو مارادونا، ولكنه بالأرقام الحقيقة حط نفسه في المركز رقم واحد. طبعا النهاردة الأهلي بيراميدز، والمرحلة اللي جاية عموما، لأنه المرحلة الجاية مهمة جدا خصوصا قبل ماتش نهائي دوري أبطال أفريقيا. بعتقد أنه أهميتها مش بس في الرجوع للدوري المحلي ومحاولة تعويض ما فات من ماتشات مؤجلة ومحاولة استعادة الصدارة، المحاولة المشروعة الطبيعية جدا بالنسبة للنادي الأهلي، لكن تخوفي الحقيقة في المرحلة دي من نقطتين. النقطة الأولى مرتبطة بالإصابات، ولأنه الحقيقة الأربع ماتشات اللي احنا داخلين عليهم ماتشات من العيار التقيل، كلهم منافسين محترمين، عدد كبير عندهم من الدوافع، عندهم نجوم كتير الحقيقة، ومعاملين موسم إلى حد كبير كويس. ولكن طبعا انتوا عارفين مباراه الاهلي مع اي فريق ما بتعتمدش بس على مقارنات او ارقام، بتعتمد كمان على وجود الدوافع، والدوافع قدام النادي الاهلي ايا كان اسم المنافس دايما حاضر. فالعامل الاول هو الاصابات. اتمنى انه الاربع ماتشات دول يعدوا بدون ما يكون في اصابه واحده في النادي الاهلي، لان احنا محتاجين كل لعيبتنا. النقطه الثانيه وهي الاجهاد، ودي نقطه الحقيقه احط تحتها 100 خط، لانه كان لينا للاسف شديد في نفس الموسم ده، احنا بقالنا اكتر من موسمين طبعا لعيبه النادي الاهلي في عمليه توالي مباريات في مسابقات مختلفه بشكل عنيف، وده في لحظه من اللحظات اثر علينا بشكل كبير. اتمنى انه التاثير ده ما ينعكسش على مجهودنا وادائنا في نهائي دوري الابطال ان شاء الله باذن الله. هتكلم عن الاهلي والمرحله اللي جايه وعن ضغط الماتشات، هنلعب تقريبا كل اسبوع ماتشين، ونتمنى ان شاء الله نعدي المرحله دي باقل خسائر ممكنه وباحسن مستوى من المكاسب من حيث طبعا المردود الفني والبدني، وطبعا بالتاكيد حسابات النقط تدخل في الموضوع. خليني افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي هيستمر معانا
لغايه بكره، وبكره ان شاء الله نعلن في حلقه السادسه نتيجه اختيارات حضراتكم مين هم افضل ثلاث لاعبين من النادي الاهلي في مباراه العوده بين الاهلي والترجي اللي كانت في القاهره. ونقول لحضراتكم طبعا للي ما تابعش او للي ما عرفش نتائج ماتشات امبارح بين كرواتيا واسبانيا اللي انتهت بنتيجه 5-3، واحده من اكثر ماتشات اليورو السنه دي امتاعا وغزاره في الاهداف. سيناريو ما بين كرواتيا وما بين اسبانيا حتى اللحظات الاخيره، وان كانت اسبانيا طبعا نجحت في حسم المباراه لصالحها بعد الاشواط الاضافيه. اما فاعتقد ان دي اكبر مفاجاه حصلت في البطوله، خروج البرتغال على ايد بلجيكا مفاجاه انه حامل اللقب يخرج، لكن لما اشوف انه خرج على ايد بلجيكا ممكن افهم ده او اتقبل ده واشوف انه خروج منطقي لحد ما، لكن خروج فرنسا على ايد سويسرا ويكون السبب كيليان امبابي واحد من افضل لاعبي العالم او مهاجمي العالم في ركله جزاء كانت حاسمه ويقفق في احرازها ويكون وداع فرنسا للبطوله، ده اللي بعتقد انه اكبر مفاجات اليورو حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها. النهارده الحقيقه يمكن صحيح يعني عندنا في امثله كتيره جدا نجوم كبار دايما ما يكونش عندك اي شك في ان هو قادر على التسجيل في اي لحظه اثناء المباراه، فما بالك بضربه ترجيح من نقطه الجزاء ويكون الاخفاق على ايد نجوم كتيره جدا وكانوا سبب في ضياع بطولات كتيره جدا. بفتكر مثلا منهم على سبيل المثال روبرتو باجيو في كاس العالم وضربه الجزاء لا طاح بها في المدرجات وكانت سبب في ضياع البطوله. امبابي امبارح اسطوره فرنسا القادمه كان سبب كمان في خروج فرنسا من بطوله امم اوروبا. النهارده عندنا مين؟ عندنا مواجهه من العيار الثقيل، عندنا ماتش ضرب نار بيبدا للاسف مع بدايه حلقتنا النهارده، ماتش طبعا بيجمع بين قوتين عظمتين ومنتخبين محترمين الاثنين عندهم نصيبهم وحظوظهم من الوصول لابعد نقطه في البطوله. بنتكلم على انجلترا في مواجهه المانيا وهي مواجهه كلاسيكيه بعيدا عن الكره حتى كمان ليها حسابات وليها حساسيات كتير جدا. الماتش الثاني في الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره هيجمع بين السويد واوكرانيا والاثنين الحقيقه بيمتلكوا حظوظ متساويه في التاهل. قبل ما ندخل في التفاصيل وندخل مع حضراتكم في الحلقه ونتكلم على كمان عوده النادي الاهلي للتمرينات، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. النهارده الفرقه بترجع مره ثانيه تتمرن ان شاء الله استعدادا لمواجهه بيراميدز. بنرجع نفتح ثاني ماتشات او ملف الدوري مره ثانيه، والمواجهه الاولى طبعا مع بيراميدز. بيراميدز يظل اتكلم على مشاكل في الموسم على مدار الموسم، اتكلم على عدم استقرار. النهارده بنسمع على تغيير المدير الفني اروى بارينا واحتماليه انه المدير الفني الجديد يتولى المسؤوليه في مباراه النادي الاهلي. كل دي حاجات يعني من الممكن طبعا ان يكون ليها تاثير، لكن انا بعتقد على مستوى ال 11 اللي هيكونوا موجودين في ملعب قدام النادي الاهلي انا متوقع اداء غير من بيراميدز وينس وتماما نسخه بيراميدز اللي كانت ظاهره في الكونفدراليه او حتى في ماتشاتها الاخيره في النسخه البهتانه اللي ظهروا بيها في مباريات الدوري الاخيره واللي ادت لخسارتهم مثلا من سموحه او خسارتهم من سيراميكا. النسخه اللي هتظهر قدام النادي الاهلي غير، بس ان شاء الله باذن الله لاعبتنا جاهزين وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه بتشهد تركيز كبير جدا. صحيح في نشوه التتويج بوصول النهائي مناشوه الوصول النهائي بطوله افريقيا ورغبه في التتويج بالنجمه العاشره، لكن واحده من اهم نقاط القوه في الاهلي هو قدره الجهاز الفني والاداري على الفصل بين كل الملفات، وان شاء الله اللعيبه تستعيد مره ثانيه تركيزها في ماتشات الدوري. طيب فيما يتعلق ببطوله او بنهائي دوري ابطال افريقيا، انا قلت لحضراتكم امبارح انه سيناريوهات كثيره اتلخبطت بعد وصول الكايزر تشيفز. انا هقول كده المفاجئ لان هو وصول ما كانش متوقع، يعني على اقل تقدير بالنسبه للمغاربه، المغاربه كانوا متوقعين انه وصول استضافه المغرب للنهائي واحد من الاسباب الرئيسيه او الدوافع الرئيسيه اللي تمكن الوداد من الوصول للقب مش بس للماتش النهائي، وكل كلامهم في المغرب واحنا استعرضنا منشطات صحف وكلام مسؤولين كتير جدا مش بيفكروا في التتويج، كانوا بيتكلموا على فكره تدعيم اللعيبه، تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى جيد عشان يبقوا جاهزين للمشاركه في كاس العالم للانديه، هو كان تفكيرهم كده وتصريحاتهم والله كانت بتتكلم في كده. فبالتالي المغرب كلها كانت مستعده لاستضافه النهائي على اساس انه الوداد المغربي طرف فيه. النهارده الوداد خرج والنهائي بقى مصري جنوب افريقي، كايزر تشيفز والاهلي او الاهلي كايزر تشيفز. ايه المتوقع وخصوصا طبعا بعد مشكله كورونا، فبقى عندنا
احتماليتين، احتماليتين مرتبطين بالزمان وبالمكان. الزمان مرتبط بمشاركة الاثنين، مصر وجنوب أفريقيا كمنتخبات أولمبية في أولمبياد طوكيو، وبالتالي في رغبة أعتقد متفق عليها بين مصر وبين جنوب أفريقيا أنه يبقى في تبكير لمعاد إقامة النهائي، يبقى يوم 15 أو يبقى يوم 14، بحيث أنه اللعيبة اللي هتنضم لتشكيلة المنتخب الأولمبي في الدولتين يقدروا يلحقوا ببعثة المنتخب ويخشوا في طوكيو في الفقاعة الطبية قبل يوم 17، وده طبعا مستحيل يحصل لو النهائي اتلعب يوم 17. أما فيما يتعلق بالمكان فمن الوارد جدا، وارد جدا حتى ولو احتمال بسيط أنه يتغير ملعب اللي هيستضيف، مش بس الملعب، الدولة المستضيفة ل نهائي دوري الأبطال. في جميع الأحوال اللي يعني أحب أن احنا نأكد عليه ويبقى واضح وضوح الشمس زي ما بيقول، أن الأهلي جاهز في جميع الأحوال، الأهلي جاهز أيا كان مكان المباراة وأيا كان ميعاد المباراة اللي هيتم تحديده، الأهلي جاهز وتركيزه منصب تماما، واحد من أهم أهداف السيزن الحالي هو تحقيق البطولة العشرة في تاريخ النادي الأهلي، فمش هتفرق معانا إن شاء الله كتير. أنا بس أنا يمكن حتى كنت بكلم مع زمايلي مين ممكن تكون، لو مش المغرب، لو حصل إنه مش المغرب، مين ممكن تكون الدولة اللي ممكن تستضيف نهائي دوري الأبطال، واحترنا شويتين الحقيقة، فكرنا كتير ومعرفناش نوصل لحاجة. خلينا نسمع صوتكم، يعني شايفين لو في احتمالية بسيطة لتغيير ملعب ودولة الدولة اللي هتستضيف ماتش نهائي دوري الأبطال، مين من وجهة نظركم يكون الملعب المناسب لاستضافة الأهلي وكايزر تشيفز في النهائي؟ على كل الأحوال فيما يتعلق بالميعاد بس مفيش كلام رسمي على فكرة المغرب حتى اللحظة، وفي انتظار ردود الأفعال بتاع الخاصة بتعليق جنوب أفريقيا طبعا الدخول والخروج من مقاطعة جوتنج اللي هي بينتمي ليها نادي كايزر تشيفز بسبب وجود الفيرجن أو النسخة الرابعة من فيروس كورونا اللي هي المعروفة بدلتا. هل ده ممكن يكون ليه توابع وردود أفعال على المستوى استضافة النهائي؟ ده اللي هنعرفه في خلال أيام. لكن فيما يتعلق بميعاد المباراة، فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية اللي تلقاها الكاف من الاتحاد المصري، هيتم الرد وحسم ده بشكل نهائي بكرة إن شاء الله. طيب نروح ل الحقيقة نقطة مهمة جدا، عبيد محمد مرجاد طبعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات كان ليه تصريحات أنا حابب أقف معاه شوية، وأنا يمكن كنت اتكلمت قبل كده إنه العالم كله النهاردة ودينا أمثلة في السادسة كتيرة جدا، الناس اللي بتابع السادسة عارفة إحنا اتكلمنا في بعض الملفات الحقيقة المرتبطة بـ 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 بصناعة واقتصاديات واستثمار الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وعرضنا لحضراتكم نماذج مبهرة، يعني مش بقول نماذج مضيئة، نماذج مبهرة قدرت تعمل التحول ده، فاستفادت على كل المستويات، استفادت فنيا واستفادت ماديا واقتصاديا بشكل كبير جدا. ابرزهم على سبيل المثال تجربه احنا سلطنا الضوء عليها فرنسا. فرنسا اللي كانت دوله يعني محترمه تمتلك بطوله من البطولات الكويسه على مستوى الدوري الفرنسي يعني، لكن ما نقدرش نقول انها دوله كبرى، ما نقدرش نقارنها بانجلترا، ما نقدرش نقارنها بالبرازيل، ما نقدرش نقارنها باسبانيا او بايطاليا، سواء من حيث الالقاب او سواء من حيث قوة الأندية. تعالوا نشوف فرنسا في السنوات الأخيرة قدرت تعمل إيه، وإزاي فرنسا النهاردة بقت مرشح أول في أي بطولة بتدخلها، وإزاي فرنسا النهاردة بقت تاني أكتر دول العالم من حيث تصدير اللاعبين. تصدير لأنه اللاعب النهاردة بقى منتج، اللاعب النهاردة بقى سلعة مطلوبة وسلعة قيمة وسلعة ليها مردود اقتصادي على بلدها. برازيل النهاردة تعتمد على صناعة كرة القدم بشكل أساسي كواحد من أهم روافد الدخل القومي. فرنسا بقت كده، بلجيكا اعتقد في الطريق لكده لانها نجحت كمان انها يعني تبتدي التجربه وتطلع وتصدر الحقيقه للعالم مجموعه مهمه جدا من اهم النجوم، بقوا النهارده نجوم في كل الفرق الاساسيه في العالم، وعندها منتخب بقى بيدخل اي بطوله مرشح اول. بلجيكا دي اللي يفتكر احنا كنا لعبناها قبل كده وكسبناها، وعمر بلجيكا ما كانت دوله مصنفه كقوه عظمى او انها لما تلعب في بطوله تبقى مرشحه انها تبقى بطل او تتوج بالبطوله، دايما كانت بعيده او دايما كانت بتدخل من الدور التمهيديه. النهارده بلجيكا داخله على طول من ضمن الدول المرشحه، داخله كاس عالم، داخله بطوله اوروبا، اللعيبه البلجيك في 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 دورياتهم من اقوى لعيبه، لوكاكو في ايطاليا، دي بروينا في انجلترا، هازارد في اسبانيا، فاحنا بنتكلم على
ثروة قومية. يعني احنا النهاردة عندنا مثلا محمد صلاح يعتبر ثروة قومية بالنسبة لمصر، واحد مشروع ناجح جدا. ماذا لو انه مصر عندها 10 20 50 محمد صلاح؟ ايه هيكون المردود الفني والاقتصادي؟ العميد محمد مرجان اتكلم في ده النهارده الحقيقه، اتكلم انه يعني كان حط مجموعه من العناوين اللي لابد الحقيقه انه اللي عنده رؤيه ونظره لقطاع الرياضه بشكل عام في مصر، مش بس على مستوى المواهب واللاعبين والمنتخبات، لكن كمان على مستوى البنيه التحتيه والانشاءات والمنشآت الرياضيه. واعتقد انه الدوله المصريه في ده خدت او قطعت شوط كبير جدا. احنا عندنا النهارده في خلال سنوات بسيطه جدا طفره رهيبه جدا في المنشآت الرياضيه والبنيه التحتيه. ازاي تعرف تستغل ده؟ ازاي تقدر تحضر او تجهز، ده كلام طبعا عميد محمد مرجان، انك تحول ده لصناعه واحتراف. ازاي تقدر تستثمر في او تدخل الاستثمار في قطاع الرياضه فيكون في استفاده على كل المستويات. اولا الدوله تستفيد، كلامه انه الدوله بتتحمل على كاهلها عبء ميزانيات كبيره جدا بيتم انفاقها لدعم الانديه ومراكز الشباب في مصر في كل انحائها. دخول الاستثمار الرياضي في قطاع الرياضه ياثر بشكل كبير جدا ايجابا على انه يشيل جزء من المسؤوليه وجزء من العبء من على كاهل الدوله. النقطه الثانيه هي انك انت تكون بتوفر مصادر دخل، فكره التصدير. يعني النهارده عندنا في بعض اللعبات في السكواش مثلا، في السباحه، في التايكوندو، في التنس، في كرة القدم، عندنا برضو أسماء زي النني وزي محمد صلاح وغيرهم. أنا مش بتكلم على أشخاص كأشخاص، كنت بتكلم على التجارب. عندك أسماء تسمح لك بأنك أنت تستثمر فيها بشكل كبير جدا، ويبقى في عائد مادي كويس قوي، ويبقى في عائد فني يرجع على المواهب دي في المقام الأول، ويرجع على الدولة المصرية في المقام الثاني بمكاسب كتيرة جدا على كل المستويات. فكرة دخول الاستثمار، يعني على سبيل المثال كان العميد محمد مرجان بيتكلم مثلا على أمريكا، وإنه الرياضة في أمريكا بتدخل سنويا للاقتصاد الأمريكي 220 مليار دولار، رياضة فقط لا غير. ضعف اللي بتدخله صناعة السيارات للولايات المتحدة الأمريكية. وأكثر من اللي بتدخله السينما الأمريكية، وما أدراك ما السينما الأمريكية ومردودها الاقتصادي على الاقتصاد الأمريكي، بنتكلم على سينما بتغزو العالم كله. الرياضة بتدخل لأمريكا أكثر من صناعة السينما. وبالتالي الحقيقه هو بيتكلم على فكره دخول الاستثمار او اهميه دخول الاستثمار وتحويل الرياضه لقطاع صناعي واستثماري يوفر فرص عمل للشباب، يدي مساحه للمواهب انها يتم اكتشافها ويتم رعايتها مبكرا، ويبقى في تحقيق استفاده فنيه واقتصاديه على كل المستويات. الحقيقه كلام محترم جدا، وارجو ان الرؤيه دي يتم الاهتمام بيها ويتم تطبيقها. اعتقد عندنا قنوات كثيره في مصر قادره تعمل الدور ده. طيب خلينا نروح لصحف فرنسا. طبعا ردود الافعال على خروج فرنسا كانت عنيفه جدا. انت عندك منتخب، يعني كان انا قلت في بدايه انه الاسماء اللي بيضمها المنتخب الفرنسي في كل خطوطه تصلح بجد، تصلح انك يكون عندك منتخبين، تعمل منتخبين تشارك بيهم في بطوله امم اوروبا، والمنتخبين يبقى عندهم القدره على فكره على المنافسه. يعني مفيش منتخب اقل من الثاني، تختار مين تشكيله اساسيه ومين ممكن يقعد بره. لكن المستوى والأداء مش بس بسبب الخروج قدام سويسرا، من بداية البطولة المستوى والأداء قدام ألمانيا، المستوى والأداء قدام المجر، والمستوى والأداء قدام البرتغال ما يقولش إنه فرنسا بتكشر عن أنيابها. إنه الأسماء اللي في فرنسا بنزيما وجريزمان وبوجبا ونجولو كانتي وكيليان امبابي وغيرهم ورابيو والناس دي كلها جاية تقول أنا جاي أخد البطولة. طبعا ردود الافعال في فرنسا، خليني استعرض مع حضراتكم جزء من الصحف الفرنسيه اللي هاجمت. طبعا هاجمت ديشان اتقطع امبارح في صحف فرنسا الحقيقه، او النهارده يعني صباحا في صحف فرنسا بشكل عنيف. لكيب الحقيقه ابتدي قالت او كتبت عنوان كده على منتخب فرنسا، المدمرون. لو باريزيان قالت الخيبه. طبعا لكيب صوره تعكس مدى الاحباط ومدى خيبه الامل على وجوه طبعا لاعبي فرنسا. ده جيرو، طبعا جيرو ما شاركش في ماتش امبارح، ولكن الحقيقه يمكن حتى اللي شاركوا ما يعني ما قدموش المردود المناسب. خدوا بال حضراتكم ان فرنسا كانت متقدمه 3-1 وسويسرا قدرت ترجع في المباراه، يعني ده في حد ذاته بيقول انه اللعيبه بتاعت سويسرا جاهزه، مصدقه نفسها، واثقه في نفسها، عندها قدره انها تلعب باصرار روح التسعين زي ما احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. اللعيب عنده اصرار وعنده احساس من جواه، دي مش ما بتجيش بين يوم وليله.
بتيجي الحقيقة من نتيجة تحضير نفسي وذهني بياخد وقت طويل جدا، يعني ما بتحصلش في المباراة في 90 دقيقة. دي لعيبة جاهزة وواثقة تماما انها في اي لحظة ممكن ترجع، وعندها رغبة انها ترجع لغاية اخر ثانية. ده اللي احنا بنقول عليه روح الفانيلا الحمراء، يعني ده الترجمة العلمية لفكرة روح الفانيلا الحمراء، واعتقد انه ده اللي عملوه سويسرا امبارح في مباراتهم مع فرنسا. لو باريزيان قالت انه لا يستحق الزرق طبعا التقدم في بطوله اوروبا ابعد من ذلك، وكلمت الحقيقه عن الاخطاء في ماتش استمر 120 دقيقه وانتهى طبعا بالضربه القاسمه، ضياع ضربه الجزاء او ضربه الترجيح اللي سجلها كيليان امبابي في اخر المباراه. كمان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الصحف هاجم ديدي ديشان وقال ان ادارته للمباراه كانت سبب مباشر، واختياره لطريقه اللعب كانت سبب مباشر في خروج فرنسا المهين على حد تعبيرهم. كل تصريحات نجوم فرنسا رافا فاران بول بوجبا بتقول ان احنا ما كناش نستحق ان احنا نكسب المباراه. نروح لميسي اللي قلت لحضراتكم انه بقى رقميا يعني انا عارف انه فنيا مهاريا في هيبقى في خلاف كتير وهيظل الخلاف ده على طول، يعني لغايه النهارده في اجيال ورا اجيال شايفه انه مارادونا هو اسطوره كره القدم على مدار التاريخ، مش بس في الارجنتين. وطبعا الجيل الجديد يمكن يكون ميال اكتر لليو ميسي، لكن بالارقام ميسي اصبح اسطوره الكره الارجنتينيه. ليه بقول كده؟ لانه تالق امبارح طبعا في ماتش الارجنتين، سجل هدفين وصنع هدف، مش بس كده مكاسب بالجمله. المكسب الاول انه الحقيقه بقى اكتر لاعبي الارجنتين على مدار التاريخ مشاركه مع المنتخب الارجنتيني، ورفع رصيده من المشاركات ل 148 مشاركه، ووصل للهدف 75 عشان يحجز مكانه اللي كان رقم المشاركات كان مسجل باسم ماسكيرانو، مش مارادونا، كان باسم طبعا ماسكيرانو مدافع البارسا الشهير. وكسروا امبارح ليو ميسي، ده لو سمعني بقول كريستيانو رونالدو هيزعل جدا، وامبارح كمان كسر الرقم التاريخي كهداف للمنتخب الارجنتيني عشان يحرز 75 هدف عشان يعزز مكانته طبعا كهداف تاريخي كمان لمنتخب الارجنتين. ورغم كده ورغم كل الانجازات دي الا انه زي ما قلت لحضراتكم نجوم كبار بحجم ومهاجمين افزاز يعني على مدار اجيال مختلفه، خليفه مارادونا كان اورتيجا، وراه ريكيلمي واحد من اللعيبه الافزاز يعني، خوان سيباستيان فيرون، زانيتي، هيرنان كريسبو، ليو ميسي، اجويرو، كل اللعيبه دي ما حققوش، تيفيز طبعا كارلوس تيفيز، كل اللعيبه دي ما حققوش بطوله امريكا الجنوبيه. 27 سنه كل تشكيلات الارجنتين ونجومها ما فيش جيل فيهم قدر يحقق بطوله كوبا امريكا، يمكن تعملها السنه دي الله اعلم. طيب قبل ما نتكلم بقى على خروج كرواتيا على ايد اسبانيا وبالتفاصيل، خلينا نروح لفاصل ونرجع ومنتظرين حضراتكم تتابعونا في السادسه. طيب عندنا طبعا كلام الاول على تمرينه النهارده في نادي الاهلي، العوده بعد غياب، وزميلنا يمكن شريف شعبان هيكون جاهز معانا دلوقتي، بس كلام او اللي تابعه امبارح انا وصفتها بواحده من اهم ماتشات طبعا اليورو 2020، في حاجه تخصنا فيها اللي اسبانيا كرواتيا، خروج كرواتيا على ايد اسبانيا بنتيجه 5-3 ما كانش بس متعه كرويه، لكن كمان كان فرصه لمتابعه سته من منتخب اسبانيا، سته شاركوا، ست لعيبه شاركوا مع منتخب اسبانيا في البطوله دي، هيكونوا موجودين مع منتخب اسبانيا الاولمبي، لويس دي لافوينتي اختارهم عشان يشاركوا مع منتخب اسبانيا الاولمبي في اولمبياد طوكيو، واللعيبه دول هيواجهوا منتخب مصر بكل تاكيد، عشان كده كان فرصه لمتابعتهم. اهمهم من وجهه نظري هو بيدري لاعب برشلونه طبعا تم اختياره عشان يكون موجود بعد ما يخلص بطوله اوروبا يطلع على اولمبياد طوكيو. خليني اقول لحضراتكم اسماء اللاعبين السته، ومنهم وطبعا من اللعيبه الكبار يمكن اهم اللاعبين اللي تم اختيارهم للمشاركه مع منتخب اسبانيا الاولمبي، طيب خليني اقول لكم السته الاول. اوناي سيمون طبعا ده حارس المرمى تم اختياره، ومعاه بيدري كمان، امبارح مايكل اوراسبال لاعب اسبانيا، وداني اولمو، داني اولمو اللي صنع الهدفين في مباراه امس، صنع هدفين من الخمس اهداف تم اختيارهم، كمان هيكون معاهم باو توريس واريك جارسيا المدافعين، دول تم اختيارهم. من اللعيبه الكبار طبعا ماركو اسينسيو طبعا لاعب الريال الشهير، ويمكن ده يكون اخطر او اهم
لاعب هيتم ضمه للمنتخب الأولمبي، وداني سيبايوس برضو من الريال هيتم ضمه للمنتخب الأولمبي. عشان كده بقول لحضراتكم حتى في الأدوار اللي جاية، يعني اللي مهتمين بالمنتخب الاولمبي، مفيش مصري مش مهتم بالمنتخب الاولمبي حتى ومالوش في الكوره، هتتفرجوا على اللعيبه دول مع منتخب اسبانيا، لان دول اللي هيواجهونا في الاولمبياد ان شاء الله. طيب نروح لزميلنا شريف شعبان نطمن على تمرينه النهارده، واطمن حضراتكم اكتر كمان على اللاعبين اللي كانوا يمكن يا اما بعاد بسبب الاصابه ودخلوا برنامج تاهيلي، يا اما اللي اتصابوا في الفتره الاخيره، وليد سليمان، كريم نيدفيد، محمد هاني، احمد رمضان بيكهام. زميلنا شريف شعبان هيكون معانا على الهواء دلوقتي. مساء الخير يا شريف، كلمنا على التمرينه، ولو كنت سامعني بكلم طبعا على اللعيبه اللي كانت بعيده الفتره الاخيره، يا ريت تطمنا عليهم. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن متابعه مران النادي الاهلي خاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي. يمكن النهارده النادي الاهلي كان قافل تمرينه، ولكن خدنا حوالي ربع ساعه في بدايه المران. الاهلي بيستعد خلاص للمواجهات المحليه الفتره المقبله، والتركيز فقط في بطوله الدوري العام. ده اللي طلبه النهارده مستر بيتسو موسيماني من اللاعبين، اغلاق البطوله الافريقيه والكلام في البطوله الافريقيه، والتركيز فقط في البطولة المحلية، التركيز في مباراة بيراميدز اللي هتكون يوم الخميس على استاد الأهلي والسلام. كان في محاضرة فنية استمرت حوالي 20 دقيقة، اتشرح فيها مستر بيتسو موسيماني نقاط القوة والضعف لفريق النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي عمل المسحة الطبية الخاصة بمباراة بيراميدز، بكرة المران هيكون في الخامسة مساء، ثم معسكر في أحد الفنادق في التجمع الخامس ليلة مباراة الأهلي وبيراميدز. يا رب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. الكل بيسال عن اصابات النادي الاهلي، سالت زميلي احمد والكل بدا يتكلم عن اصابه النجم السوبر ستار وليد سليمان حاوي النادي الاهلي. كان ليا لقاء مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، وقال لي عنده مزق في العضله الخلفيه، يمكن مش الاصابه القديمه العضله الخلفيه، ولكن مش الاصابه الاصابه القديمه، اصابه مختلفه غير الاصابه القديمه، لان الناس قالت نفس الاصابه بالظبط. الناس قالت نفس الاصابه، ولكن هي غير الاصابه القديمه خالص، اصابه جديده في العضله الخلفيه. باذن الله من 3 لـ4 أسابيع باذن الله هيكون موجود مع النادي الاهلي. يمكن ده الموقف بتاع وليد سليمان. يمكن باقي النجوم بيشاركوا في مران اليوم. يمكن على الجانب الاخر باقي اللاعبين موجودين. محمد محمود بيجري خلاص التدريبات التاهيليه، ويمكن قرب خلاص من الدخول في التمرينات الجماعية. يمكن النهاردة كل الفريق بيشارك في التمرينات الجماعية. بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي يوم الخميس القادم بإذن الله. معاك زميلي أحمد لو في أي استفسار. طيب أنا يعني كنت بسألك على الحالة المعنوية للعيبة بعد التأهل لنهائي بطولة دوري الأبطال، وتأثيرها حتى على سعادتهم أو عودة مرة تانية مشوارهم في دوري بعد انقطاع لفترة طويلة. تمام. يمكن مستر بيتسو موسيماني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع لاعبين النهاردة في محاضرة طويلة، وشدد على عدم الحديث نهائيا عن مباراة كايزر تشيفز طبعا الجنوب أفريقي اللي هتكون في المغرب بإذن الله. كل اللي بيصار على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، إذا كان نقل المباراة إلى دولة أخرى أو تقديم المباراة أو تأجيل المباراة، قال لهم اقفلوا خالص الكلام في البطولة الأفريقية والتركيز فقط في البطولة المحلية. القصة المعنوية أو المعنويات عالية جدا عند لاعبي النادي الأهلي، الكل مشتاق إلى العودة إلى البطولة المحببة، بطولة الدوري العام اللي جماهير النادي الأهلي كلها بتعشقها ولاعبي النادي الأهلي بتعشقها. الكل مصمم بإذن الله على المحافظة على اللقب، الكل مصمم بإذن الله على اعتلاء قمة المسابقة من جديد، والناس كلها عارفة طالما النادي الأهلي ركب بطولة الدوري بإذن الله ما بينزلش من عليها وبياخد اللقب بإذن الله. فبإذن الله 4 مباريات اللي جاية بإذن الله تكون مباراة كؤوس للنادي الأهلي، ونفوز فيهم كلهم بإذن الله قبل بقى النهائي الأفريقي بإذن الله إن شاء الله. كلمني، هو في حاجة بتحصل في النادي دلوقتي يا شريف؟ يعني في حاجة بتحصل في ملعب التتش على وجه التحديد، تطوير أو تجديد في أي حاجة من يعني الحاجات المتعلقة بملعب مختار التتش؟
يمكن المدرج القديم خلاص بيتم هدمه بعد ما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، يمكن تم جزء كبير إزالته، ناقص جزئين بس، يمكن في خلال بإذن الله أيام أو أسابيع قليلة جدا هيكون تم إزالة المدرج القديم. تم عمل أربع أبراج إضاءة جداد لملعب التتش، تحسين أرضية ملعب التتش بالكامل. المدرج الجديد اللي تم بناؤه تم يعني تجهيزه بأعلى مستويات التطوير، يمكن بيتعمل وراه باركن للاعبين، اللاعب يخش بعربيته داخل النادي الاهلي يخرج من عربيته طبعا حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي من وباء كورونا، يا رب يسلم كل العالم من وباء كورونا. النادي الاهلي بيعمل الجديد النهارده، الاسطوره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره يمكن الان داخل ملعب التتش بيشاهد المران، وبعد نهايه المران باذن الله في تغطيه خاصه وحصريه الكابتن محمود الخطيب هيتابع بنفسه العمل التجريبي للاربع ابراج اضاءه في ملعب التتش، وهيشوف الكابتن محمود بنفسه كفاءه الاضاءه باذن الله في ملعب التتش. الكل بيشتغل، الكل بيحاول يجتهد عشان خاطر يرضي جماهير النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، ودايما النادي الاهلي يمكن سباق ودايما حريص على تطوير كل ما يوفر لنجومه ولاعبيه بيئة تسمح ليهم بتحقيق النجاحات والبطولات. خلينا نروح لماريو زفيتانوفيتش، طبعا واحد من نجوم المنتخب الكرواتي، كان لاعب في اكثر من نادي في الدوري الايطالي، لعب في نابولي، لعب في جنوا، وطبعا الفتره الاهم بالنسبه له كانت في دينامو زغرب سواء كلاعب او كمدرب. وخليني اروح حضراتكم بمناسبه ان انا كنت لسه بتكلم على داني اولمو ولاعب المنتخب الاسباني اللي تالق في مباراه امبارح واللي كان سبب في احراز اسبانيا لهدفين واللي هيشارك كمان مع منتخب الاولمبي. بالمناسبه داني اولمو كان محترف في نادي دينامو زغرب، وكان اللي اكتشفه واللي قدمه كان عنده 18 سنه في التوقيت ده او 17 سنه يعني، كان ضيفنا النهارده داني ماريو زفيتانوفيتش. خلينا نتواصل معاه لانه ماتش امبارح فيه كتير من الاسئله. منتخب كرواتيا يمكن مش من المنتخبات الحقيقه اللي دايما تقدر تقول عليها مرشحة بقوة للبطولة، لكنه يظل منتخب محترم وقدم عرض قوي جدا جدا في الوقت الأصلي قدام المنتخب الأسباني، وقدر يطلع من موقف صعب أنك تكون خسران قدام أسبانيا 3-1 وترجع في المباراة في الدقيقة الأولى من وقت بدل الضايع بعد الماتش ما انتهى أو الوقت الأصلي ما انتهى. ده بالتأكيد يدل على أنه منتخب كبير، لكن ليه خرج المنتخب الكرواتي؟ ده هيكون أول أسئلتي طبعا لضيفي ماريو زفيتانوفيتش، ضفنا في السادسة النهاردة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. بداية طبعا أهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي، وبشكرك على وجودك معنا في السادسة. مرحبا بالجميع وشكرا لاستضافتي معكم في قناة مصرية، وأحيي المشاهدين المصريين والمشجعين. خليني أسألك على مباراة الأمس، أعتقد أنه مردود مرضي جدا للمنتخب الكرواتي في الوقت الأصلي أمام منتخب الأسبانيا، ونجاحه في العودة بعد نتيجة تعتبر صعبة في التعويض نتيجة 3-3 ثم انهيار. في وجهة نظرك إيه هي الأهم الأسباب اللي أدت لخروج المنتخب الكرواتي أمام أسبانيا من اليورو؟ نعم، كانت مباراة صادمة جدا، وهذه هي متعة كرة القدم الأوروبية. لقد عدنا بعد الهزيمة بهدف وتعادلنا في نهاية المطاف وبعد هدية من حارس المرمى الأسباني، لكن ما حدث بعد ذلك أن بعد نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي كان الأمر فنياً أفضل، لكن الجميع كانوا خائفين من استقبال هدف، لكن بعد ذلك الأمر اختلف لأن اللاعبين عادوا وتمكنوا من تعويض النتيجة، وبعد ذلك استطاعوا العودة من نتيجة 3 أهداف لهدف للتعادل مع منتخب قوي كالمنتخب الأسباني، لأن والمنتخب الأسباني أيضا لقد تمكن في الشوط الثاني أن يؤدي أداء جيدا جدا. هل تعتقد أنه بسبب تقدم أعمار المنتخب الكرواتي ما كانش عنده القدرة وصغر سن معدلات الأعمار في منتخب أسبانيا منتخب كرواتيا
ما كانش عنده القدرة رغم امتلاكه الحقيقة لاعبين جيدين، ومنهم طبعا لوكا مودريتش واحد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم، ما كانش عنده القدرة على الذهاب لوقت إضافي مع منتخب أسبانيا، وإنه لو كانت المباراة انتهت في وقتها الأصلي يمكن كان فرص المنتخب الكرواتي أقرب لأنه يجتاز عقبة أسبانيا. لا أعتقد أن هذا هو السبب. أنا لم ارتفاع الأعمار السنية، ولكن السبب الرئيسي كان أن النتيجة لم تحسم في التسعين دقيقة، والسبب الرئيسي كان لاعب السابق في دينما زغرب داني أولمو، هو نزل في الشوط الإضافي واستطاع صناعة هدفين الرابع والخامس، لذلك كانت فرصة جيدة أيضا لكرامريتش أن في الـ في الـ في الـ في الوقت الإضافي أن يحرز هدف لمنتخب كرواتيا، لكن لم يستطع. ايه قصه داني اولمو؟ انا عارف انه لاعب تحت قيادتك، كنت مدرب لنادي دينامو زغرب، وانت اللي قدمته او انت اللي اكتشفته، قصته بدات ازاي وازاي بتشوف المستوى والمردود اللي بيقدمه مع منتخب اسبانيا، وخصوصا كمان انه هيواجه منتخب مصر في اولمبياد طوكيو؟ داني اولمو، انا ساخبرك بالامر. داني اولمو لاعب رائع جدا. أنا أول من وضعه في الفريق الأول هو عنده 18 عاما مع دينامو زغرب. لاعب لديه شخصية جيدة، لاعب فني عالي جدا، لديه الكثير من المهارات، هو لاعب رائع بالفعل، يستطيع اللعب تحت الضغوط، يرى المباراة جيدا ويرى المنافس بشكل جيد، هو لاعب رائع بالرأسيات، ويتميز أيضا باللعب الجيد بكرة القدم بالقدمين أيضا، يستطيع أن يلعب كصانع ألعاب، يستطيع أن يلعب كخط وسط، يستطيع أن يلعب لاعب منطقة، هو لاعب مميز جدا تحت الضغط، ولاعب مميز جدا في المباريات الهامة أيضا. رأيك هذا؟ خليني أخذ رأيك كمان. يعني كرواتيا كنت بقول انها واحد من المنتخبات القويه على مستوى اوروبا، لكن يبدو انه البطوله دي هي بطوله خروج الكبار. يعني خرجت هولندا، خرجت البرتغال، خرجت فرنسا على ايد سويسرا، وامبارح خرجت كمان كرواتيا على ايد اسبانيا. في وجهه نظرك يعني ايه هي اسباب خروج المنتخبات الكبيره وبعضها اسماء مرشحه لتحقيق اللقب؟ أعتقد أن هذا سؤال مهم جدا، لكن الأمر معقد جدا. البرتغال كان لديها لاعبين جيدين، لكن الدفاع كان عنده مشكلة في مباراة المجموعات، وأعتقد أن بسبب عدم اتزان مستواهم بسبب الفروقات الفردية بين اللاعبين. لكن أعتقد أيضا يجب أن نقول أن كانت صدمة لنا جميعا. مين المنتخب اللي تتوقع وصوله لمنصة التتويج في بطولة اليورو؟ يعني مين خليني أقول مين أقرب ثلاث منتخبات من وجهة نظرك للوصول للقب يورو 2020؟ في هذه المرحلة من الصعب جدا، لكن أعتقد في رأيي الشخصي منتخب الإيطالي لديه فرصة جيدة، وأسبانيا كذلك، لكن كل المنتخبات تسير في طريقها ولديها فرصة جيدة جدا. فأعتقد أن أي منتخب مؤهل أن يفوز بالبطولة ويفوز باللقب. هذا العرض الأوروبي فقط الفريق الذي يلعب بمباراة جماعية هو الذي سيفوز بالبطولة. كما رأيت لاعبي جبرانوفيتش لعب 90 دقيقة أمام سويسرا، فلذلك يوجد لاعبين جيدين كبنزيما ومبابي وبوجبا خسروا أمام هذا الفريق، فريق سويسرا طبعا. لم يستطيعوا ولم يكونوا جيدين بدرجة كافية للفوز، لذلك المباراة فريق جماعي، إذا لعب بطريقة جماعية وطريقة متكاتفة سيفوز بالمباراة وسيفوز بالبطولة. أفضل مدرب في بطولة اليورو من وجهة نظرك لغاية اللحظة؟ أعتقد
أعتقد دياز هو أفضل مدير فني وأعتقد أنه سيسير في طريقه حتى الآن، وروبرتو مارتينيز سيكون مدرب مميز في البطولة، هو لديه أداء جيد، ومانشيني أيضا لديه أداء جيد، فمن الصعب أن نقول من أيهما أفضل. مدير فني منتخب السويسري أيضا، لكن من الأفضل لن نستطيع أن نحدد الآن إلا في نهاية البطولة. وكمدرب بعيدا عن الأسماء الكبيرة على مستوى اللاعبين، هل نجحت اليورو، بطولة اليورو، في أنها تفرز مواهب جديدة؟ هل تابعت، هل لفت نظرك لعيبة قدموا مستوى أو لعيب ظهر بشكل حسيت أنه هو مفاجأة البطولة؟ سؤال مرة تانية مرتبط بأنه بعيدا عن الأسماء الكبيرة زي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وكيليان امبابي ورحيم ستيرلينج، النجوم المشهورة في عالم كرة القدم، هل نجحت المنتخبات المشاركة في بطولة اليورو أنها تفرز مواهب جديدة في الملاعب الأوروبية؟ هل لفت نظرك موهبة صاعدة أو لاعب جديد قدم مردود ومستوى مميز في بطولة اليورو؟ أعتقد أني رأيت لاعبين شباب جيدين جدا حتى الآن. لو رأيت أمس اللاعب بدري لدي 18 عاما كان لاعبا جيدا وأدى مباراة رائعة أمام المنتخب الكرواتي، رغم سنه الصغير لكن أظهر خبرة كبيرة وأظهر أداء جيدا مع المنتخب الإسباني، كان رائعا. أحب أن أشاهد هؤلاء اللاعبين على أرضية الملعب، وكما ترى اللاعب الشاب امبابي وبدري وفيل فودن في انجلترا، هؤلاء اللاعبين استمتعنا، كانوا على مستوى الأداء في الملعب وكانوا يقاتلون لأجل فرقهم ولأجل أسمائهم. فأتمنى أن أرى في كل دولة وفي كل جنسية لاعبين شباب مع منتخباتهم، لا يوجد فرق بين اللاعب الصغير واللاعب الكبير إلا الأداء في الملعب. سؤالي الأخير ليك هيكون متعلق بعدد الفرق اللي شاركت في البطولة، هل أنت بتشوف، لأنه كتير من المتابعين والعشاق لبطولة اليورو شافوا أنه زيادة على عدد الفرق لم يزيد حجم المتعة ومساحة المتعة في متابعة البطولة، هل أنت مع زيادة عدد الفرق اللي بتشارك في البطولة، ولا مع وجهة نظر بتقول أنه تقليل العدد بيدي مردود فني أقوى ومنافسة أقوى في البطولة؟ أعتقد أن هذا السؤال لا نستطيع أن نرد عليه بكلمة واحدة، ولكن أعتقد أن زيادة العدد سيكون مفيدا للبطولة، يعطينا بعض التوقعات عن الفرق التي ستفوز بالبطولة ومن سيستطيع أن يسير بعيدا في البطولة، وأعتقد أن هذا الأمر جيد من وجهة نظري، يعطي فرصة أكبر لفرق أكثر للمنافسة ولتقاتل لأجل تاريخها للفوز بالبطولة. من المهم حتى الآن في مرحلة المجموعات لدينا الآن 16 فريقا، ففي هذه النسخة من البطولة تستطيع أن ترى أداء جيد من الفرق التي تستطيع أن تسير في البطولة. وأعتقد أن هذا كافي. بعد خروج كرواتيا هتشجع مين في البطولة؟ سأشجع اللعبة الحلوة، الأداء الجيد، الأداء الذي أرى فيه الكثير من الأفكار والكثير من الإمتاع هو الذي سأدعمه وأشجعه. ومين أكثر منتخب ممتع في البطولة من وجهة نظرك لغاية دلوقتي؟ سأدعم اللاعبين الذين ضربتهم من قبل كداني أولمو. دانيال مواسبالي، بشكرك شكرا جزيلا. ماريو سفيتانوفيتش طبعا نجم كرواتيا ونجم نابولي وجنوا ودينامو زغرب السابق،
بشكرك على المشاركه معنا في السادسه. هارد لك لكرواتيا، بيست اوف لك لاسبانيا اللي قدمت مباراه اكثر من رائعه، والحقيقه الاداء عندها تشكيله محترمه جدا من اللاعبين اللي راهنت عليهم او راهن عليهم لويس انريكي ولغايه اللحظه ما خذلوش. مستمرين مع حضراتكم وكلام اكثر على اللي جاي في مشوار النادي الاهلي في مرحله في منتهى الصعوبه بنرجع فيها مره ثانيه للدوري الممتاز. عندنا ضغط مباريات، ماتشين كل اسبوع، وصولا طبعا للمباراه الاهم يمكن على مستوى السيزون كله، مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال. فاصل ورجع لكم مع كابتن أشرف ممدوح. اتعطلنا كتير، يعني كل ما نشارك في بطولة نبعد شوية عن ملف الدوري فننسى، وتحصل حاجات كتيرة جدا وتتغير نتائج وتتغير ترتيب فرق، ونشوف فرق مهددة بالهبوط. يعني شوف الإسماعيلي، أنا آخر مرة فاكر كنت متابع الدوري يعني وبتكلم فيه بالتفصيل، كان الإسماعيلي من الفرق اللي بتعاني. النهاردة الإسماعيلي ما شاء الله مع إيهاب جلال راجع، سيراميكا كليوباترا نازل، زمالك طالع، فيعني محتاجين عشان نلف في موضوع الدوري ده هناخد شوية وقت، لكن في جميع الأحوال مجبرين نفتح الملف مرة تانية. عندنا أربع ماتشات قبل ما نرجع نقفل الدوري ونفتح مرة تانية دوري الأبطال. هنتكلم على المرحلة اللي جاية بكل صعوباتها وبكل تحدياتها مع واحد من نجوم النادي الأهلي مشرفنا دايما في السادسة، كابتن أشرف ممدوح. مساء الخير كابتن أشرف. مساء الخير أحمد، سعيد بوجودي معاك، ومساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. أقول لك مبروك بداية بس الوصول لنهائي دوري الأبطال، في وصول تاني على التوالي، وده في حد ذاته بعتقد إنجاز يحاول النادي الاهلي. انجاز مش جديد على النادي الاهلي، ودايما الحمد لله انا وانت متفائلين، يعني دايما بنطلع قبل المباريات الهامه دي والحمد لله دايما متفائلين، ودايما عندنا الامل، ودايما عندنا الثقه في رجال النادي الاهلي انه دايما المنظومه بتشتغل بشكل محترم وشكل محترف، وبالتالي الاستمرار على القمه ده محتاج مجهود كبير جدا جدا. ممكن تاخد بطوله، اي نادي في الدنيا ممكن يسعى انه ياخد بطوله وممكن يحققها، ولكن الاستمرار في تحقيق البطولات والاستمرار في الانجازات انك تفضل على القمه هي دي الاصعب. الحقيقه النادي الاهلي يعني عايز بس اشيد بالمنظومه احمد، وعايز اشيد باللاعبين وموسيماني، لانه هذا الجيل من اللاعبين يستحق الاحترام، يستحق الاحترام بشكل كبير، لانه هجم بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت. هذا الجيل يفتقد كتير جدا جدا عن الاجيال السابقه. لو اتكلمنا عن جيل مثلا العظيم، طبعا اجيال النادي الاهلي كلها عظيمه طبعاً، ولكن طبعاً خلينا في الاقرب للاجيال اللي موجوده دلوقتي اللي ممكن يعني تبقى فاكره جيل مستر مانويل جوزيه والمنظومه اللي كانت موجوده وتحقيق الانجازات الكبيره جدا جدا على مستوى المحلي وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى القاري كمان. هذا الجيل كان موجود عنده كل حاجه، كان موجود عنده جمهور، كان موجود عنده دعم اعلامي، دعم مادي، منظومه محترمه لمجلس اداره النادي الاهلي، ما كانش فيه كم الحرب الشرسه او الحروب الشرسه اللي موجوده من الانديه، يمكن باستثناء كان نادي الزمالك هو المنافس الوحيد. النهارده انت بتشوف انديه كتير منهم نادي ما كانش في كتابه بيراميدز مثلا ولا ميليشيات على السوشيال ميديا، ده صحيح. بيراميدز كمان بقى فيه ضخ اموال رهيبه جدا جدا لاسقاط المنافس كمان لتحقيق هو انجاز شخصي لبيراميدز، وده الحمد لله ما اتحققش على مستوى الـ هبوط النادي الاهلي او عدم منافسته على البطولات. وبالتالي هذا الجيل يستحق الاشاده لانه افتقد لجمهوره، افتقد ل المنظومه كمان الموجوده في النادي الاهلي في هذه الفتره ايام مستر مانويل جوزيه كانت مكتمله، كانت مكتمله بمعنى انه عندك في كل مكان 3 4 لاعبين او لاعبين 3 على الاقل على نفس المستوى، بتلعب في 4 5 بطولات وبتحقق البطوله في كل مرة. وبالتالي هذا الجيل يستحق بالفعل الإشادة، يستحق بالفعل أنه لسه مستمر في تحقيق الإنجازات للنادي الأهلي. وبالتالي مستر موسيماني كمان أعتقد أنه كم الضغوط اللي تعرض ليها في الفترات اللي فاتت في الحقيقة لو ما كانش موجود في مجلس إدارة بخاتمة كابتن محمود خطيب طبعا، على مستوى الإداري كابتن سعد عبد الحفيظ، على المستوى الإعلامي الموجود في ظهر النادي الأهلي، أعتقد أن كان مستر موسيماني حصل له تشريط شويه في الذهن، ما كانش ركز بهذا الشكل. اعتقد انه هذا الجيل ومستر موسيماني مجلس الاداره المنظومه المحترمه حقيقه يستحقوا الاشاده بشكل كامل. طيب خليني اكلمك كوره شويه. اتفضل. قبل ما نلعب مع الترجي في تونس في رادس، كنا من حيث النتائج كنا ماشيين كويس باستثناء ماتش ولا ماتشين في الدوري يعني عطلنا فيهم، لكن كنا من حيث النتائج ما فيش حاجه مشكله حصلت، لكن من حيث الاداء يمكن معظم الجماهير كانت راضيه قوي على الاداء اللي الكوره اللي بيلعبها الاهلي مع موسيماني. ده صحيح. في
في ماتش الترجي وحتى بما فيهم سان داونز، رغم انك انت على مستوى النتائج مع سان داونز حققت المطلوب، حققت المطلوب منك وتمام جدا، كسبت هنا 2 ورحت عملت نتيجه 1-1 مع، انا بشوف سان داونز افضل فرقه موجوده في واحد من افضل يعني المنافس الحقيقي صحيح. كان للاهلي في البطوله صحيح. وحققت النتيجه، ما كانش الاداء اللي هو تقدر انك تقول انت كسبت اداء ونتيجه، لكن مع الترجي هنا وهناك كنت واقف على رجليك وبتلعب كرة حلوة وأداء ممتع وسكور ولا أروع مع فرقة برضو تايكون يعني ترجي مش ترجي من أكبر الفرق الموجودة في أفريقيا، مع معين الشعباني تقول لي مش عارف، لا ده الترجي على ملعبه فراد اسمع 20,000 من جماهيره في أسوأ حالاته، فرقة من أتقل فرق أفريقيا صحيح. وماتش صعب جدا على أي فرقة تلعب أنها تلعب صحيح. ورغم كده قدمت كرة حلوة وأداء كويس وكسبت كمان. اللي حصل من وجهة نظر كابتن أشرف من هنتكلم في ثلاث نقط. النقطة الأولى إنه النادي الأهلي خد راحة شوية لو فاكر من مباراة الدوري والضغوط الكبيرة اللي كان موجود فيها النادي الأهلي، لو فاكر احنا لعبنا ست أو سبع تمن ماتشات تقريبا، كان على شهر 5 تقريبا 9 ماتشات أو 10 ماتشات قبل الترجي، كان في ضغوط كبيرة جدا جدا بدنية وذهنية وعصبية على لاعبي النادي الأهلي، وبالتالي كان مضغوطين بشكل كبير جدا، كان في إرهاق على لاعبي النادي الاهلي. يمكن خدنا فتره راحه اعتقد اسبوع، اعتقد قبل مباراه الترجي اسبوع ست ايام، والمباراه الثانيه اخذنا فتره اطول 48 ساعه المباراه الترجي، مباراه العوده بتاعه الترجي 48 ساعه، وبالتالي كان في اسبوع او 8 ايام قبل المباراه دي قدر شويه النادي الاهلي ياخد مرحله الاستشفاء دي. دي نقطه حققت شويه المطلوب، انه تجمع شويه لعيبتك، تجمع شويه اللياقه البدنيه والذهنيه اللي موجوده عندهم. النقطه الثانيه هي ان كل ما بتزيد في المباريات او بتعلى بتعدي ليفل معين، بتعدي دور معين، الطموح بيعلى، الدوافع بتتغير اكتر، وبالتالي لاعبي النادي الاهلي انا شفتهم في مباراه الترجي اختلف الموضوع تماما في الثقه اللي كانت موجوده في تونس في مباراه الترجي هناك، ثقه كبيره جدا جدا قدر لاعبي النادي الاهلي ان هم يعملوا الاستحواذ اللي كنت بتكلم فيه معاك قبل المباراه المهمه دي، انك تقدر تستحوذ. لو فاكر احمد كنا اتكلمنا قبل مباراه سان داونز وكنت متخوف جدا انا وانت كمان من الاستحواذ الكبير لسان داونز، فاكر النقطه دي، بتلعب كره على الارض ولاعيبتها كان عندهم استحواذ كبير جدا طبعا. جدا، وقدر مستر موسيماني يتعامل مع ده هناك في انه يقفل نص الملعب ويقفل وسط الملعب النادي الاهلي بعدد كبير من اللاعبين شويه، وكنا فضلنا ان كان يبقى موجود اكرم توفيق لو فاكر مع السوليه ومع ديانج وقتها مزبوط. اعتقد حمدي فتحي اللي لعب المباراه دي. في المباراه الثانيه مستر موسيماني كمان ابتدت ثقته في لعيبته تكبر، ابتدى يتعرف عليهم وعلى امكانياتهم بشكل اكبر في الفتره الاخيره، وابتدى يعرف حجم المنافس بدراسته اكتر، اعتقد ان ده فرق كتير جدا جدا في مباراه الترجي تحديدا هناك وهنا، انه قدرت تتعرف على المنافس بشكل كبير، قدرت تعرف امكانيات لعيبتك بشكل اكبر، قدرت تاخد راحه اكبر في عدد الايام والاستشفاء للاعبين، قدرت كمان انك يبقى الدوافع اللي عندك تبقى اعلى واكبر كل ما بتقرب من البطوله، وده فرق كتير جدا جدا في طريقه اداء النادي الاهلي. ده هيتغير اكتر مع في الفترات اللي اعتقد لو فاكر برضو انا قلت هنا انه لو مستر موسيماني ابتدى الموسم اللي جاي بعد كل هذه الضغوط وكان عنده فتره يقدر يشتغل فيها مع النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، هيكون عنده مساحه كبيره جدا جدا لتغيير طريقه اللعب وكمان اداء افضل من كده بكتير، وده ظهر في فتره قليله جدا جدا الفتره اللي فاتت، انه قدر يعدل شويه، قدر الاستحواذ يبقى موجود، قدرنا نشوف شكل وطريقه لعب النادي الاهلي سواء من العمق او من الاطراف. اعتقد انه كمان عوده معلول اكرم توفيق في الناحيه الثانيه ابتدت الامور، عوده اللاعبين بالتاكيد فرقت كتير جدا جدا طبعا. مع حمدي فتحي اعتقد الثلاثه دول تحديدا فرقوا كتير جدا جدا وحمدي فتحي اعتقد الثلاثه فرقوا كتير جدا جدا في طريقه اللعب واداء النادي الاهلي في مباراه الترجي، وده الحقيقه يمكن كان مرتبط بسؤالي للي جاي كمان، لانه احنا راجعين لنفس مرحله الضغوط والاجهاد يعني، وده تخوفي كنت بتكلم في الحلقه ان انا متخوف جدا، عندي 4 ماتشات قبل كايزر تشيفز هيبقى في 11 يوم تقريبا هيبقى في عندي تخوف لا قدر الله، نتمنى انه ما يحصلش اي اصابات، خصوصا طبعا لسه كنا بنتكلم على كابتن وليد سليمان طبعا يعني الف سلامه، واحد من اللاعبين الحقيقه المحترمين جدا والمخلصين جدا والموهوبين جدا، اتمنى له الشفاء الحقيقه، لان وليد من الناس اللي طبعًا طبعًا يعني سجل تاريخ كبير جدا جدا مع النادي الاهلي طبعا طبعا ويمكن
احساسك انه الجماهير زعلانه؟ يعني هو طبعا ان شاء الله بسيطه وشهر ويرجع مره تانية، لكن الناس حاسه انه الشهر ده كان قد ايه مهم وليد يبقى موجود فيه. صحيح. وده في حد ذاته بياكد على انه وليد ليه مكانه قيمه كبيره جدا جدا الحقيقه في قلوب الجماهير. لكن النقطه الثانيه فكره انه الاجهاد والاصابات، وانت بتفكر في المرحله اللي جايه وبالتاكيد الجهاز الفني في دماغه برضو انه يوصل لماتش كايزر تشيفز في يعني مرحله او حاله جاهزيه، اكبر مجموعه جاهزه للمباراه، تلعب الماتشات اللي جايه دي الاربع ماتشات دول بأداء تجاري، تشغل فكرة التدوير، ولا تبني على اللي شفناه في ماتش الترجي أو في مواجهة الترجي ذهابا وعودة، وتبتدي تركز في الأداء وفي الجمل وفي الشكل مع طبعا حسم نتيجة المباراة لصالحك؟ طيب خليني أقولك أن من أهم مميزات الفترة اللي فاتت في الضغوط الكبيرة جدا في المباريات وضغط المباريات المتوالية على النادي الأهلي، هي أنه النادي الأهلي استفاد بجاهزية أكبر عدد من اللاعبين. احنا شفنا اكرم توفيق كان بعيد جدا جدا، ابتدى يدخل ويشارك بشكل اساسي. حمدي فتحي كان بعيد وابتدى يرجع ويشارك بشكل اساسي. ربيعه ومعلول ابتدى يشاركوا بشكل اساسي. سعد سمير كان قرب في فتره ولكن كهربا موجود دلوقتي. حسين، انت عندك بدائل كتير جدا كانت بعيده الحقيقه عن صلاح محسن. يعني ابتدى يبقى عندك مجموعه كبيره من اللاعبين كانت بعيده جدا عن الصوره، النهارده ابتدت تبقى جاهزه. يحسب للموسيماني بتاعي كابتن. طبعا يحسب للموسيماني بشكل كبير جدا، يعني تقريبا اعتقد انه ده يحسب لمستر موسيماني فقط، انه التعامل مع اللاعبين بشكل نفسي الاول بيفرق كتير جدا في عوده اللاعب لمستواه، والتعامل مع اللاعبين انه ازاي يقتنع انه ممكن يشارك في جزء من المباراه حتى لو صغير. النهارده كهربا كنا بنتكلم على انه بتحصل دايما مشاكل في انه بيشارك او لا، عدم مشاركته كانت بتعمل ازمه شويه، ودي يعني موجوده عند معظم اللاعبين احمد، انه انا عايز اشارك بشكل اساسي او على الاقل ابقى موجود يعني في الصوره بشكل كبير. النهارده كهربا موجود ومقتنع وبيؤدي في تدريباته بشكل كبير جدا عشان يقدر يعود مره تانية، حتى لو هيشارك 10 دقائق 7 يعني دقائق هتفرق. يعني انت اتكلمنا في الحته دي كابتن اشرف، طبعا الموضوع ده فيد اللاعب مش فيد حد تاني. صحيح. يعني مع كامل احترامي لقناعات المدرب او لطريقه لعبه او للاوراق الرابحه او الناس اللعيبه اللي ممكن تكون مثبته نفسها كمان مكان اساسي، لكن مفيش حد يقدر يفرض عليه ده ويجبره على ده غير اللاعب نفسه. ده صحيح، ده صحيح، انا مقتنع بكلامك 100%، بس بتفرق في طريقه التعامل من المدير الفني. يعني في مدير فني يقدر يحطك في الصوره، يقدر يحطك في انك دايما موجود وممكن يحتاج لك في اي وقت. وفي مدير فني يهمل ده وبالتالي في بيبعد اللاعب بشكل كبير جدا، ولكن طبعا العامل الاساسي والرئيسي هو اللاعب. صح، يعني انا بشوف انه الاهمال ده دافع ممكن زيادة. يبقى دوافع زياده او ممكن يدي العكس. يعني لو انت واثق في امكانياتك. صحيح. لو انت لعيب مدرك تماما لاهميتك وبالتالي في اي فرقه كبيره مش بس النادي الاهلي، وبالتاكيد كل لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي عنده الدوافع دي طبعا. لا بتأكيد. مش بس عنده الامكانيات. صحيح. اللي تاهله انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي طبعًا. فبالتالي ثقتك في نفسك ورغبتك في انك انت تثبت العكس حتى ولو في ديه لتهميشك او لابعادك، مش بكلم الكهرباء، بتكلم على اي لعيب. اي لعيب طبعا. ومش بكلم على الجيل ده، بتكلم كمان على الاجيال اللي جايه. هي قرار الوحيد اللي تملكه انت عشان تتحرك فيه. اتكلم معاك على ماتش بيراميدز شويه. بيراميدز على مستوى افريقيا للاسف خرج من بطوله الكونفدراليه في النسخه الثانيه على التوالي، ودي كانت يمكن الامل الاكبر بالنسبه له. صحيح. انه يحقق بطوله. على مستوى الدوري في تراجع كبير جدا في المستويات، على مستوى الجهاز الفني في كلام عن تغيير في الجهاز الفني. لا، كل دي حصل بالفعل تغيير خالص. كل دي مقدمات لمباراه الخميس اللي جاي، هل تاثر ولا ما تاثرش؟ هسمع ردك بس بعد الفاصل. الكلام على الاهلي وبيراميدز، مباراه منتظره زي ما اتفقنا انها جماهيريه بصرف النظر عن الارقام والترتيب وحسابات النقاط. مباراه جماهيريه لاعتبارات كتيره جدا. مقدماتها بتقول انه لعيبه النادي الاهلي في اخر عروضهم كانوا في افضل حالاتهم معنويا وفنيا واكثر جاهزيه، وصولهم كمان اعتقد لماتش النهائي في دوري الابطال يزود من حاله الحاله المعنويه المرتفعه للاعيبه النادي الاهلي، على العكس تماما. بيراميدز اداء ونتيجه سواء في الكونفدراليه الافريقيه او في الدوري المحلي حاله تراجع بشكل كبير. طبعا تاكيس جونياس او جونياس تاكيس تولى المسؤوليه الفنيه خلفا لادولفو رودولفو اروا بارينا الارجنتيني، واعتقد ان هو اللي هيقود كابتن اشرف المباراه امام النادي الاهلي. المقدمات دي مرتبطه بشكل المباراه وتوقعك لمستوى الاداء في المباراه من الجانبين، ولا مباراة برضو خارج التوقعات أو يعني خارج الحسابات المنطقية؟ الحقيقة يعني مقدمات كتيرة جدا، يعني خسارة السيمي فاينال في كونفدرالية، تغيير الجهاز الفني،
اعتقد تغييرات كتيره جدا وصعبه جدا قبل مباراه مهمه امام النادي الاهلي. بتاثر على اللعيبه كابتن، بالتاكيد بتاثر سلبا بشكل كبير جدا. بالاضافه انه بيراميدز من الفرق الغريبه جدا في الدوري، يعني بتمتلك امكانيات كبيره جدا سواء على المستوى المادي او مستوى الخامات اللي موجوده، مستوى اللاعبين الموجودين، يعني اعتقد هم من افضل الفرق في الدوري اللي عندهم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين سواء الاساسيين او على دكه البدلاء. ولكن يعني مش عارف حقيقه المستوى المتدني للنتائج لبيراميدز بيعود لايه. يعني لا مش عارف، انا الحقيقه مش قادر، مين اللي هيعرف، يعني الحقيقه مش قادر اوصل انه هل دوافع، لانه الامكانيات الموجوده، امكانيات اللاعبين الموجودين، ما انا بتكلم انهم افضل اللاعبين الموجودين في مصر، المجموعه اللي موجوده في بيراميدز، ولكن هل يفتقدوا للجماعيه؟ هل يفتقدوا للدوافع والطموح؟ هل يفتقدوا لمدير فني يقدر يجمع كل ده؟ الحقيقه مستوى صعب أنا جدا. انا بختار بين القوسين يفتقدوا للطموح بصراحه. الطموح يعني لو انت بتخيرني، يعني خلينا نروح للطموح، لانه انا اعتقد انه الموضوع مش مادي بس، عشان كده بنقول ان كره القدم مش بس بتعتمد على انه يبقى، لانه البيراميدز اعتقد انه اللائحه الماديه عندهم كبيره جدا. أيوه. وانه حتى على مستوى المكافئات كبيرة جدا، مستوى العقود كبيرة جدا، من أعلى الفئات اللي موجودة هي بيراميدز. ولكن الطموح، تكلم على الطموح، تكلم على أنه المنظومة لابد أن تكتمل. يعني احنا بنتكلم ليه النادي الأهلي على القمة؟ أنت سمعت كابتن أشرف يعني على مدار، خلينا نقول الموسم ده، سمعت أي انتقادات أو سهام نقد بتوجه لبيراميدز أو لإدارة بيراميدز أو لصفقات بيراميدز، او سمعت حاجه كده؟ لا الحقيقه ما مش انا مستغرب يعني جدا الحقيقه، مفيش ضغوط عليهم تماما، مفيش ضغط حتى جماهيري، يعني مفيش جمهور لبيراميدز عشان تقدر تقول. بصرف النظر عن الضغط الجماهيري، يعني بصرف النظر عن الضغط الجماهيري، انا بتكلم على الاقل الاعلام الرياضي، يعني اللي طول النهار مفتوحه المساحات لانتقاد وتجاوز الخطوط الحمراء في حق مستر موسيماني. صحيح. الحقيقه صحيح، بشكل وده اللي خلانا نشيد بيه في البدايه، انه الحقيقه تحمل كتير جدا الرجل. الحقيقه لم يخفق في اي مسؤوليه تحملها، وفي اي صحيح. مرحله من مراحل تحمله مسؤوليه النادي الاهلي من دي 1، من اول يوم ما جه النادي لغايه النهارده، ورغم كده يعني انتقادات رهيبه، كم من الانتقادات وبين قوسين التجاوزات في بعض الاوقات غير مقبوله ولا المفهومه على الاطلاق، لدرجه انك لما بتروح طب يا جماعه فين الانتقاد اللي ممكن توجهه لمستر موسيماني؟ يقول لك هو محظوظ. يعني ايه محظوظ؟ انت محتاج لمدير فني، او في كره القدم محتاج دايما ان يبقى عندك توفيق، والا مش هتقدر تحقق النتائج الكبيره دي. أيوه. صحيح التوفيق مطلوب، ولكن التوفيق ده بيعقب او بيجي نتيجه مجهود كبير جدا جدا بتبذله عشان تقدر توصل في النهايه لكم البطولات اللي حققه موسيماني مع النادي الاهلي. لو افهم انه الحظ ممكن يخدمك مره، ممكن يخدمك مرتين، صحيح صحيح، ممكن يخدمك في بطوله ويخيب ظنك في بطوله ثانيه، لكن كل البطولات اللي بتدخلها بتكسبها او بتبقى على، يعني الحاجه البطوله الوحيده اللي دخلناها وما كسبناهاش يعني كاس العالم للانديه، يعني وخدنا فيها مركز ثالث برونزيه. صحيح. انجاز، حققت انجاز، يعني انجاز مشابه للجيل اللي حضرتك بتقول عليه، توفرت له كل الامكانيات وكانت وراه الجماهير مسنده في كل لحظه بيلعب فيها. وده حاجه مش ما تمتعش بيها، مش موجوده صحيح دلوقتي. فالحقيقه بتبقى علامه استفهام بالنسبه لي. ماتش كوره، لو اتكلمنا كوره، متوقع انه مش بس بيراميدز الحقيقه، انا بتكلم على الاربع ماتشات، متوقع من الاهلي ومستر موسيماني التفكير والاداء بشكل تجاري؟ يعني اديني الثلاثة بونت وما تكلمنيش عن الاداء والفنيات بشكل كبير. بشكل كبير اعتقد ان مستر موسيماني هيلعب بهذه الطريقه، لانه عمليه التدوير بالتاكيد هتبقى موجوده الفتره اللي جايه، زي ما قلنا انه في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين ابتدت تجهز الفترات اللي فاتت وبالتالي انت محتاج تشارك مجموعه كبيره من اللاعبين. يعني اعتقد انه في تغييرات كتير هتحصل في المباريات اللي جايه، فرصه كبيره جدا. عندك اربع مباريات، واربع مباريات مش سهله. طبعا. يعني بتكلم على بيراميدز، على سموحه، على المقاولين والمقاصه، وبعدين المقاصه، اربع فرق من اربع فرق. يعني احنا بنشوف كل الفرق اثناء المباريات بتادي بشكل، وامام النادي الاهلي بتادي بشكل مختلف. ولكن على فكره الموضوع ده بيستفز الجمهور جدا، بس لازم نعذر برضو يعني كل لاعب محتاج انه يظهر امام النادي الاهلي. كل لاعب الاهلي عارف انه في 70 80 صحيح. مليون قاعدين بيتفرجوا عليه، فعايز يقدم نفسه ويقدم امكانياته. ده صحيح. غير لما يلعب اي حد. ضغط المباريات دي في 11 يوم او 12 يوم كتير في ظل فتره اعتقد النادي الاهلي مرهق بشكل كبير الفتره اللي فاتت، ولكن عمليه التدوير وعمليه
جاهزية معظم اللاعبين الفترة اللي فاتت أعتقد هتفرق كتير جدا جدا في المشاركات في المباريات اللي جاية، خاصة أنه كمان مستر موسيماني محتاج يحسم أموره بشكل كبير جدا الفترة اللي جاية في مشاركات بعض اللاعبين اللي ممكن يكون خلاص يعني بيضع الخطوط النهائية أو يعني خلاص هيحسم صفقات الموسم الجديد وبيحسم كمان مين الفترة اللي جاية ممكن يكمل مع النادي الأهلي أو لا. صحيح هتبقى في ضغوط على بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش الفترة اللي فاتت لإثبات ذاتهم في المباراة اللي جاية، وأعتقد أن بشكل كبير مستر موسيماني هيفكر بهذا الشكل، وده الطريق الصحيح على فكرة أحمد، أنك صحيح. تدي فرصة كبيرة للأربع ماتشات اللي جايين دول أو لنهاية الموسم لمعظم اللاعبين عشان تقدر تحسم وكل واحد يقدر يثبت وجوده وتقدر تبقى موجود مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية أو لا. فرصة مهمة جدا الحقيقة لمستر موسيماني وفرصة كبيرة جدا للاعبين لإثبات ذاتهم في المباراة اللي جاية. النادي الأهلي بيسعى لهذه البطولة، عايز أقول أنه بعض الناس أو بعض الجماهير بتقول أنه المباريات اللي جاية ممكن تكون أو مستر موسيماني ما بيفكرش بشكل كبير في الدوري، لا النادي الأهلي كل بطولة خاصة بطولة الدوري من أهم البطولات اللي بيلعب عليها النادي الأهلي تمام. وبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي يعني بيحسم هذا الموضوع مستر موسيماني أنه لابد أنه يحصل على هذه البطولة إن شاء الله. طيب طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الهواء دي كابتن لجنة الكرة كلها تقريبا كابتن زكريا ناصر كابتن محسن صالح ده طبعا لقطات بس مباشر ده على الهواء مباشرة من داخل ملعب المختلطة في نادي الأهلي. هي جولة كده تفقدية حضراتكم عارفين، زي ما كنت بكلم مع زميلي شريف شعبان اللي نقل لنا تفاصيل او يعني معالم تمرينه النادي الاهلي النهارده، وكان بيكلمنا على انه في حاجات بتحصل في ملعب التتش، تطوير منظومه الاضاءه في الملعب، اعتقد كمان في تطوير للمدرجات وتطوير ان يكون في باركنج للاعبين وتطوير لارضيه الملعب طبعا يعني خليني بس اقول حاجه في حق هذا الرجل كابتن محمود خطيب. يعني الحقيقه يعني رغم الالام اللي بيشعر بيها ورغم التعب الشديد اللي بيشعر بيه كابتن خطيب، ولكن يعني وجوده في كل مباراه للنادي الاهلي النهارده في هذه السفريات الصعبه جدا في افريقيا او لتونس او هنا، اعتقد انه بيدي دوافع كبيره جدا للاعبين وبيدي احساس كبير جدا للاعبين انه انا النهارده لازم افوز. مفيش في كره القدم كده، ولكن الاصرار والدوافع اللي عندك جوه طول ما انت بداخلك، يعني طول ما انت شايف واحد من رموز الكره الافريقيه هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ورغم كل التعب اللي هو موجود فيه النهارده موجود معانا في كل مكان وفي كل لحظه سواء في التدريبات او في المباريات، اعتقد ان ده بيدي دوافع كبيره جدا وبيجدد الدوافع لدى اللاعبين، وقربه منهم بشكل كبير جدا بيفرق كتير جدا يا احمد. انا بشكره جدا الحقيقه، وبتمنى انه يعني انه يكون بيشعر دلوقتي شويه يعني بطعم الفوز وبطعم النصر، لأنه ظلم كتير جدا الفترات اللي فاتت واتهم بشكل كبير جدا من كل من ناس كتيرة جدا. الحقيقة أتمنى النهاردة أن كابتن خطيب يكون سعيد من داخليا على الأقل بهذا النصر وهذا الفوز على مستوى الفني ومستوى تحقيق الانتصارات للنادي الأهلي، وكمان على مستوى المعنوي اللي بيشوفه النهاردة من كل جماهير مصر. من قد إيه كابتن عاشر؟ كابتن خطيب يمكن 30 سنة أعتقد دلوقتي، أكثر من 30 سنة يمكن ومازال. أنا عايز أقول لك الجيل الجديد اللي ما شافش الخطيب في الملعب يدرك تماما قيمه. انا مش بكلمك على يعني طبعا كل رؤساء النادي الاهلي على مدار التاريخ اللي انا شفتهم او اللي انا يعني عرفتهم وعرفت مدى تاثيرهم ومدى بصمتهم على النادي الاهلي زي صالح سليم، حسن حمدي، باشمهندس محمود طاهر، وكابتن محمود الخطيب، بالتاكيد ليهم دور. لكن دور اللاعب الاسطوره محمود الخطيب مع فرقه الكوره في النادي الاهلي، الكابتن خطيب على فكره موجود مع كل الفرق، احنا دايما هنا في القناه بنتابعه وبنشوفه في كل اللعبات الاخرى، مع فولي، مع باسكت، رجال، سيدات، حاضر دايما. صحيح. لكن سيبك بقى من دوره كرئيس للنادي الاهلي، دور محمود الخطيب، انا عارف يعني ايه احساس لعيب الكوره وكابتن محمود الخطيب واقف بيكلمه قبل مباراه مهمه، وانه ده قد ايه حافز ودافع كبير جدا ليه للاجاده وانه يحقق المطلوب. طبعا حجم وقيمه كابتن محمود خطيب بتفرق كتير جدا مع اي لاعب في الدوافع وفي ازاي انه يبقى موجود بشكل يليق باسم النادي الاهلي وانه موجود امام النادي الاهلي. انا لو مصاب وكابتن خطيب طلب مني هنزل الملعب. انا عايز اقول لك ان ده بيفرق كتير جدا ورجعتني يمكن اكتر من 30 25 سنه ولا حاجه، وانا لسه ببتدي في النادي الاهلي، اول مباراه ليا في اول معسكر مع النادي الاهلي كابتن محمود خطيب كان لسه يدوب
معتزل وكان يعني خلاص يعني يا دوب بيعتزل كرة القدم في النادي الأهلي، وكانت أول زيارة لي كنت أنا وهشام حنفي في غرفة واحدة. وأعتقد إنه يعني وجوده على الباب، بس على باب الغرفة عندنا، وإنه بيدخل لنا وبيقول لنا شد حيلكم ودي أول مباراة وتبقوا موجودين إزاي في النادي الأهلي، وقيمة النادي الأهلي موجودة في اسم كابتن محمود خطيب، اعتقد ان ده بيفرق كتير جدا، فرق معانا بشكل كبير جدا نفسيا ومعنويا وقتها. وده اعتقد انه السمه اللي موجوده دلوقتي في فريق كره القدم في النادي الاهلي وكل اللعبات الاخرى. انا لو يعني بكلمك كجمهور واحد من جماهير النادي الاهلي، انا حبيت كتير قوي من نجوم الاهلي وعشقت كتير من جماهير من نجوم النادي الاهلي وزعلت على ان هم في لحظه من اللحظات كان لازم يسيبونا، لكن ما زعلتش ابدا وما تاثرتش ابدا وما كانش في حزن حقيقي جوايا زي اليوم اللي قرر فيه كابتن خطيب ان هو طبعاً يسيب الملعب. يعني كانت مسيره طويله جدا، طبعا مسيره طويله جدا يعني وعظيمه جدا، والحقيقه كلنا بنفتخر بكابتن محمود خطيب. اعتقد انه يعني حب الناس لكره القدم اعتقد من 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 واحد من علامات جزء كره القدم كبير من خطيب. يعني من قاعده عريضه من جماهير النادي الاهلي صحيح. كان سبب فيها كابتن خطيب صحيح. واجيال طبعا كتيره كتير، ولكن كابتن محمود خطيب يعني بالمهارات الكبيره جدا والاهداف العظيمه. انت النهارده لما بتفرق كتير جدا، بتفتح عينك على كوره. يعني الشباب النهارده اللي عنده 7 و8 سنين بيبتدي يفهم يعني ايه كوره، او يحب كوره، او يلعب كوره، ويشوف نادي زي النادي الاهلي بيوصل بطوله كاس عالم وياخد ويلعب مع بايرن ميونخ ويكسب بالميراس ويبقى بطل افريقيا ويوصل لتاني طبيعي جدا، وده بيزود القاعده صحيح. الجماهيريه اللي طالعه عليك صحيح. ده اضافه للقاعده العظيمه بتاعه النادي ده صحيح. ده صحيح. يعني يا ربنا طبعا يديله الصحه ويبارك في عمره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل وهذه المنظومه المحترمه اللي مستمر احمد، لان ده مهم جدا الحقيقه ان الناس تعرف ان الاستمرار على القمه محتاج مجهود كبير جدا جدا جدا، اهم من انك تاخد بطوله وتبعد. الاستمرار ده محتاج مجهود كبير جدا والعمل والشغل بجد واجتهاد طول الوقت. اتمنى ان شاء الله انه يعني التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه اللي جايه، مباراه صعبه كمان مباراه بيراميدز. هرجع لك تاني لانه مجموعه اللاعبين الموجودين صحيح في انشغال بسبب الظروف اللي موجوده، ولكن مجموعه اللاعبين الموجودين في بيراميدز الحقيقه جيدين جدا، والنادي الاهلي هيبذل مجهود كبير جدا جدا ان شاء الله عشان نتخطى هذه المباريات. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي المباراه اللي جايه باذن الله. نقلت معاك سريعا لكازا تشيفز، شايف الفرقه دي ازاي وصولها بالنسبه لك نهائي البطوله؟ يعني كانت كل الناس على فكره انا قلت انه كايزر تشيفز هيكسب الوداد على عكس كل توقعات الناس اللي شايفه انه الوداد كان توقع غريب. ده يعني في كره القدم يعني صعب جدا التوقعات، ولكن توقعك ده من اغرب التوقعات. هو مش توقع بس خصوصا كمان انه الفريق على مستوى النتائج، بس ناس كتير جدا كانت بتشكك في امكانيه الفرقه دي. وانا شايفها فرقه كويسه الحقيقه، لعبت ماتشين في منتهى السوء متفق معاك تماما، وكانتش تستحق التاهل على الاطلاق. بس انا بشوف كايزر تشيفز من الفرق اللي بتلعب كره حلوه. يمكن في تراجع في المستوى في الفتره الاخيره، لكن كان املي كمان انه انا ما كنتش عايز العب مع الوداد على ملعبه في مباراه النهائي. يعني وجود الماتش بتاع النهائي في المغرب خلاني مش حابب اقابل الوداد. طبعا بيفرق فرقه ثانيه، اقابل فرقه ثانيه او العب مع الوداد في اي ملعب ثاني ما عنديش مشكله، لكن ما العبش الوداد. يعني اتفق معاك، لما طبعا دي بتسهل الامور. يعني يعني النادي الاهلي طبعا يعني يواجه اي فريق في اي مكان، ولكن بتسهل الامور كتير انك بتلعب مع فريق مش على ارضه، مش وسط جمهوره بالزبط. الدوافع والحافز عندهم بيبقى اكبر بالتاكيد. ولكن كايزر تشيفز من الفرق الغريبه، من الفرق الاب اند داونز، يعني مفيش توازن او بالانس في ادائهم. مباراه تلاقيهم عالي جدا، مباراه تلاقيهم 4-0 يرجع يكسب منهم 3-0. يعني دي الفرق اللي ممكن بتلعب بشكل عشوائي شويه، ودي تقلق. أوكي. يعني الفرق من الفرق اللي تقلق فعلا، انه حتى تصريحات مستر موسيماني انه كايزر تشيفز من الفرق الغريبه شويه، واللي كان بيتكلم على ده فعلا ما تعرفش تقراها ما تعرفش تقراها بشكل جيد. وما تتوقعش ممكن ادائهم، يعني ده متوقف على طريقه ادائهم في المباراه دي النهارده ممكن تبقى حالتهم عامله ازاي، وده يقلق جدا ويخوف جدا، لان ممكن تكون حالتهم من افضل الحالات وممكن تبقى حالتهم بعيده جدا. ده محتاج انك تبقى جاهز بشكل كبير. بس سريعا جدا كابتن اشرف، الاربع ماتشات اللي هيسبقوا ماتش النهائي ماتش كايزر تشيفز فرصة يجب استغلالها صحيح. لمين من وجهة نظرك من الأسماء؟ شايف انه والتر بواليا لابد ان يكون موجود بشكل كبير ويحاول بشكل كبير. كهربا لازم يدخل بشكل كبير جدا ويحاول يثبت وجوده الفترات اللي جايه.
اعتقد دول اكتر اتنين ممكن يكون عليهم الكلام. يعني اعتقد مروان بشكل كبير الامور يعني حسمت، ولكن يعني اتمنى انه يعني يظهر بشكل او باخر الفتره اللي جايه. ولكن الاتنين دول تحديدا انا شايف ان هم يستحقوا الفرصه ويستحقوا ان يبقوا موجودين الفتره الجايه لو اثبتوا عكس ما هو موجود دلوقتي. ومحدش عارف، محدش عارف الظروف ممكن تاخدنا لفين. صحيح. لانه ممكن جدا تشكيله النادي الاهلي تفرض عليك في مواجهه كايزر تشيفز انك انت تعتمد على اسماء طبعا. وممكن جدا المباراه دي تحديدا تكون مرتبطه نقلة مختلفة كبيرة جدا. ونقلة محدش عارف ممكن يحصل ايه. صحيح. نورت وشرفت، مبروك. شكرا جدا. وان شاء الله المبروك الاكبر نقولها ليك كابتن اشرف بعد ان شاء الله باذن الله ما نتوج بالبطوله العشرة ونجم العشرة. بشكرك جدا احمد واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. انجلترا كسبانه المانيا 1-0. توقعت ان انجلترا تبقى موجوده ومتوقع كمان لسه بقول لك ان ايطاليا ممكن تبقى موجوده في النهائي كمان. ايطاليا نسخه مختلفه مع مانشيني. صحيح. وبتقدم كره مختلفه حتى عن الكره تعودنا عليها من ايطاليا. صحيح. اتمنى انك تستمتع باللي جاي من اليورو وتستمتع اكتر ان شاء الله في نهائي افريقيا. بشكر حضراتكم على المتابعه. بكره يوم العالمي نتكلم فيه بقى ونفرد مساحات اكتر لمفاجات اليورو وخروج الكبار هولندا البرتغال فرنسا وغالبا كمان المانيا هتحصلهم. اشوفكم بكره في نفس الميعاد حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.